يعني فخورين بالأخ عباس، وفخورين بالصمود اللي يتمتع به. كفاية الرسالة اللي طلعت من داخل السجن، وإلا كلها صمود وثبات وإرادة، وأيضا ثبات في القول وعقيدة راسخة ب يعني القضاء والقدر، وأيضا ثابت على المبدأ اللي طلع من أجله. يعني هذا الحكم الظالم اللي جرى على الأخ عباس والأخوان اللي هو السنقيس والمشيمع، حكم يعني إدينا كل اللي على المنظومة الدولية، لأنه لم يعني يتسم بالعدالة، وأيضا يفتقر إلى أبسط مقومات العدالة. وإحنا نعلم، والمنظمات الحقوقية والدولية تعلم، أن كل الاعترافات اللي انتزعت هي تحت التعذيب. إحنا عندنا يعني نراهن على هاي الكوكبة الشبابية، وإحنا نأمل فيهم التغيير، وإن شاء الله التغيير بيصير على يد أمثال عباس والسميع، وعباس سميع ومشيمع والسنقيس وأمثالهم من الكوادر الموجودة، إلا الناس ما تعرفهم سابقا. الآن يعني بهذه الصلابة اللي يتمتعون بها، والرسالة اللي طلعت من داخل السجن، وبحكم بهذا الحكم الظالم، تطلع كلمات تبعث على الأمل، تعطي القوة إلى السجناء في الداخل، وتعطي أيضا الإرادة حق الناس في مواصلة الدرب. وإحنا طريقنا طريق مشروع، وأيضا سنطالب ونواصل، وببركة هاي النفوس الطيبة وهاي النفوس القوية والثبات الموجود، إلا ما يلتفت إلى هاي الأحكام الظالمة ولا يعطيها أي اعتبار، لأن إحنا طلعنا وعندنا عدالة، والعالم كله يعرف ما عندنا أي أعمال إرهابية، ما عندنا. يعني أنا أعرف الأخ عباس والأخ علي السنقيس مستهدفين من قبل الثورة. يعني علي السنقيس تعرض إلى كذا مرة إلى اختطاف من قبل اللي هو السيارات المدنية، وأيضا تعذيبه ورميه في أماكن نائية. عباس أيضا، يعني أيضا عباس هو مستهدف في كذا. طبعا إحنا نعلم، يعني إحنا ككادر طبي، الأطباء والاستشاريين إلا هم يتمتعون بالإنسانية وبالعلاج، هم اتهموا بالإرهاب، واتهموا إنهم كبروا جروح، ويعني خلوا اللي هو وشلعوا عيون وما إلى ذلك. فما بالك شباب هم قاعدين يطالبون بالحرية والعدالة والكرامة. طبعا احنا